نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. أهلا وسهلا، مرحبا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عشركم مبروكة، الله يدخل علينا سيدنا رمضان بالصحيحة والبركة وكثرة الرزق وكثرة الإيمان، والله يجعل ربي يزل لنا هذا الوباء. كيف بقيتو؟ كلشي مزيان؟ المهم اليوم عندي معاكم، اليوم غادي نخلطو سلو. كي كتشوفو وصلنا الجنجلان ديالنا ودابا في الشميشة كنشمشو، وصلتو في الصباح ودابا راه يبسلي هو والنافع والجنجلان، الجو زوين الصراحة، الشميشة والطبيعة زويونة، زين ايامكم. دابا ندخلو الفران يتحمر، انا عندي عشق مع الفران كيعجبني اي حاجه فران، اي حاجه بغيتها تتحمر فران. هنا كنردو الماء ديالنا باش خصنا نسلقو اللوز. من تسلق لي اللوز ديالي تفسخ، هنايا كنت كنفسخو كنحطو تما كتشوفوا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا. هنا كنفسخ كاوكاو ديالي، كنفسخو باش خصني نقليه كتشوفو. كنفسخو مزيان باش ما نخليش فيه ديك القشرة ديالو نهائيا، كنحيدها كتشوفو. من بعد غادي ندوز نقلي اللوز اللي فسخت في الاول، وكنستمر كنقلي اللوز وبعد كنقلي كاوكاو حتى هو مور اللوز، كنبقى مقابلاه ربما يتحرق ربما ما عرف. دابا غنقلي كاوكاو ديالنا ولا الفول السوداني، ومن بعد ما قليت كل شيء ووجدت كل شيء طحنت كل شيء كطحنو هذا يعرف لهذا الشيء، مش عادي نوريكم. هنا كناخد كيلو ديال الطحين، هنا ناخد كيلو ديال الجنجل المحمر، كيلو ديال الكاوكاو، وكيلو ديال اللوز، والسكر كلاصي على حسب الذوق. تما الجنجلان نص كيلو، تما جوج معالق تقريبا ديال القرفة، جوج معالق ديال النافع، جوج معالق ديال حبة حلاوة، معلقة صغيرة ديال الكوزة مليحة، ومسكة الحرة. كنبقى نخلطو مزيان، كتعرفو السلو كيتخلط مزيان. بعد ما خلطتو مزيان راكم كتشوفو اندمج داكشي العناصر، كنزيد السوائل على حسب نتوما شنو عاجبكم، واش عاجبكم يكون معلاك يا ناشف. انا كيعجبني متوسط، ما يكونش ناشف. وهذا كاس الزيت راني كنزيدو من بعد هو، وكاس ديال العسل كنزيدهم في الاخر ملي كندوق يعني الحلاوه ماشي بزاف، كنزيد العسل وكنشوف السلو ديالي هكا كيعجبني. كيعجبنيش فاش يكون كنقول لكم كيعجبنيش يكون معلك بزاف، مكيعجبنيش يكون ناشف، كيعجبني يكون بحال الطريقة. إوا خصكم دابا تعطيها لاطاك مزيان، هداك القميص راه فزق فزق بالمعقول، بقاو زدت ليك ما بطبيعة الحال ما صورتكمش ليك كامل، لأن الفيديو عجي طويل بزاف، وكنت شوية ديك قصرية شوية ما مساعدانيش، ما عنديش حاجة كتر، هي الوحيدة اللي عندي. وتستمر كنبقاو ندلكو مزيان. من بعد جمعتو ودابا غنمشيو للتحضير. ها الشكل النهائي ديال السلو ديالي،
الصبر راكم معايا كدا وقتكم كاملين. لكن البنات والله ليلة جرائع جرائع بزاف بزاف بزاف، ولذيذ وبنين، ودك القوة مع عاطي المفعول ديالو، وغير من المنظر شوفوه كي جا داير صراحة رائع جدا جدا جدا. ودابا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو شوية، وكنتمنى لكم الخير، والله يجعل رمضان يدخل لكم الصحة والبركة ان شاء الله. خليتكم فرحة الله، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.